السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الطلبة محاضرتنا لهذا اليوم الهارت مرمر، تقديم الأستاذ الدكتور حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد كلية تمريض فرع تمريض البالغين. مثل ما تعرفون أكو الاس 1 والاس 2. الاس 1 اللي هو عندنا اللوب، واللي ينتج من انغلاق صمامات الميثرال والتراكاسفيد، والاس 2 اللي هو الدب واللي ينتج من انغلاق الصمامات البولمينري والاورتم. الفترة بين الصوت الاس 1 والاس 2 تسمى عندنا سيستول، والفترة بين الاس 2 والاس 1 تسمى الدايستوليك. هسه احنا حندخل وطبعا ندخل بتعريف عندنا المرمر. اذا نريد نعرف المرمر نقول هو سيريز اوف ايدبل فيبريشن، يعني هو بالاهتزازات الصير وش الصير، هاي تنتج من نتيجة اكو يصير ديستربنس بالبلاد فلو، يعني اضطرابات مرور الدم، which manifested as turbulence، يعني انه عرقلة بمرور الدم، نتيجة انه اكو عرقلة صايرة في مرور الدم. طبعا في حالة السيستوليك مرمر هو حيصير عندنا تضيق، اما بالأورتيك او بالبولميناري حيصير عندنا التضيق. فش حيصير؟ حيصير عندنا لب وش، لب وش وش لب لب وش لب وش، اي شي يصير. او انه دورات شي يصير، يصير طمعا ريدايجريتيشن، يعني عدم كفاءة الصمامات المايترا ريجايجريتيشن أو الترايكاسبيد ريجايجريتيشن. فريدايجريتيشن شنو معناه؟ حيصير اضطرابات مرور الدم. المفروض هو الطبيعي احنا قلنا هذني الصمامات الثنين المايترا والترايكاسبيد ينسد، بس اذا مرحلة السيستول صار انه يذن اثنينات، اذا صار انه انفتحن ظل مفتوحات، يعني صار بيهم ريجاجريتيشن او انكومبتنسي، عدم كفاءة، فش حيصير عندنا؟ يطلع لنا صوت المرمر اللي هو عندنا السيستوليك مرمر، لان هاي صار بمرحلة السيستوليك. او اذا انسدت هذني الاورتيك والبولمينري، اذا صار بيهم تضيق فايضا حيظهر لنا الصوت اللي هو السيستول مرمر. زين، اذا احنا قلنا انه السيستوليك مرمر ينتج اما انه يصير تضيق بالاورتيك او البولمينار ستينوسيز وفي مرحلة السيستول، او انه قد يصير تراكاسبيد والمايترا ريجاجريتيشن، فايضا هذا هو يسوي سيستوليك، لانه مرحلة السيستوليك هو هذا اللي هو المفروض انه مذني الصمامات الاتريو فنتريكال اللي يصير بها كلوجر، فهم بقوا مفتوحين، فمعناتها صار تيوربلين بالبلاد فلو. بهاي الحالة حيظهر لنا الصوت هو السيستوليك مرمر. فيجوز انتم تقولون شلون نعرف انه هذا هل هو الصوت المرمر جاي من نتيجة صاير بالأورتيك او البولميناري صاير ستينوسيز، او نتيجة انه صايرت بالترايكاسبيد والمايترا ريجاجريتيشن؟ فهذا يعتمد على شنو؟ على الموقع مالت المرمر اللي نسمع به، عن الموقع مالت المرمر اللي نسمع به، وبعدين براها انه يزيد التأكيد عليها يعتمد ايضا على الدياجنوسيس الاخرى اللي هو الايكو، يمكن انه قد تطينا تقدر انه يمكن انه تبين انه يا فالف اللي هو متأثر، وشنو نوع التأثير، شنو الديفكت اللي صاير به. هسه طبعا حنستمع الى صوت الأورتيك ستينوسيس.
نستمع إلى صوت الميترال ريجيريتيشن. هسه احنا حنتكلم على المرمر اللي يصير في حالة الدايستوليك. يعني بالدايستوليك مرمر ايش حيصير؟ احنا قلنا هنا لوب دوب والشتجي. فهنا اذا احنا لازم ايضا نرجع انه في حالة الدايستوليك يا صمامات اللي تنسد ويا صمامات اللي تنفتح. في حالة الدايستوليك من يصير بالمنتركل دايستوليك، فالأوبن بالطبيعي اللي يصير هو انه التراكاسبيد والميترال فالف، والكلوز من هو يصير عندنا الاورتيك والبولميناري، لان احنا ما نريد الدم انه هذا، لان الدم دي يجي عن طريق بعد ما انفتح، فهنا حتى يتجمع دم مرحلة الدايستول. فريد يعني يبتدئ الفنتركل، فالمفروض انه الأورتا والبولمينار يكونون منسدين، هذا بشيء طبيعي. لكن اذا سمعنا وش في حالة الدايستوليك، يعني معناته شنو صاير عندنا؟ معناته انه صاير عندنا اما استينوسيس بالترايكاسبيد او المايترال، يعني صاير التضيق بحيث انه يندفع الدم بصعوبة، يندفع الدم حتى يوصل للليفت فينتريكل والرايت فينتريكل، أو إنه قد صاير عندنا شنو ريجاجريتيشن بالأورتا والبولميناري، بحيث الدم إنه بهاي المرحلة اللي المفروض إنهم ينسدون شنو إنه باقين مفتوحين، فدي سوينا توربلنت اللي هو هذا الاضطرابات بمرور الدم، فسوانا هذه الفبريشن، هذا هو الاهتزازات مالت المرمر. فسائل يسأل يقول شلون نعرف انه هل هو هذا المرمر اللي صاير بالدايستوليك ومن نتيجة الميتروبوتراكاسبيد او نتيجة انه صاير ريجاجريتيشن. طبعا هذا يتحقق انه يمن بوضع السماعة، وين نسمع باي موقع، فهو الخلل ذاك الفالف اللي صاير به. بقد اخرى انه شنو، طبعا احنا الدياجنوس الأخرى اللي هو الإيكو القصرة، هاي يساعدنا بالتشخيص الأفضل. لكن هسه احنا كفيزيكال اكزامينيشن، فاحنا نريد نعرف انه السيستوليك مرمر شنو، شلون نسمعه، والدايستوليك مرمر شلون ينسمع. زين، دورات طبعا هنا اكو صير فتحه اللي هو الفي اس دي. هذا المرمر من اي نوع؟ قد يكون تسالون تقولون بالفي اس دي، اذا المرمر من اي نوع، هل هو سيستوليك لو دايستوليك؟ طبعا المرمر بالفي اس دي هو سيستوليك. ليش؟ لانه جهه اللي مثل ما تعرفوها ضغطها وقوتها والضغط مالت اعلى من جهه الرأس، فنتيجه لهذا في حاله السيستوليك حيندفع الدم من الليفت فينتركل الى الرايت فينتركل. فاذا السيستوليك هو اذا المرمر اللي ينسمع بالفي اس دي هو من نوع يسموه السيستوليك مرمر. طبعا الان نسمع الى الفورتيك ريجيريتيشن. الآن نسمع إلى الميترال، إلى صوت الميترال ستينوسيز. طبعا هنا أنواع المرمر، فأكو السيستوليك مرمر وأكو الدايستوليك مرمر، وكل واحد بيها الأنواع. بس قبل ما هذه احنا عندنا مصطلحات دائما هسه احنا طبعا نحكيها بثناء ما نحكي على التايب اوف مرمر. الستينوسيز هو يصير تضيق فتحه الصمام، يعني narrowing of the valve orifice
فهذا هو الستينوسيس ريجاجريتيشن هو باكورد اوف ذا بلاد فروم ذا فروم ذا فنتريكل تو ذا تو ذا اتريوم. هذا هو مصطلح عندنا ريجاجريتيشن اللي هو رجوع الدم بالاتجاه المعاكس. طبعا البرولابس شنو معناته؟ هو كونديشن ان ويش تو فالف فليبس of the mitral valve does not close smoothly but bulge prolapse upwards into the left atrium. فهاي شنو هي الحالة اللي ما تنغلق بها وريقات الصمام بسلس، وإنما شي يصير عندنا بلوج يعني يصير انتفاخ أو تدلي، وهذا التدلي البرولابس يصير upward into the left atrium يعني يصير التدلي للأعلى بالأذين الأيسر. طبعا هسه احنا حنتكلم على التايب اوف مارمر، اكو سيستوليك مارمر واكو دايستوليك مارمر، وبنفس الوقت عندنا سيستوليك مارمر بانواع. اول نوع اللي هو طبعا حنتكلم عليهم عندنا الكريشندو اند دي كريشندو سيستوليك مارمر، هذا النوع يحدث في فترة الانقباض، فترة السيستوليك اللي تقع بين الاس 1 والاس 2. شو باعوا شون السيستوليك يبدي يصعد بعدين براها يبدي ينزل، فمرحلة الكريشندو معناتها عندنا جراجولي جاتنج لودر بعدين دي كريشندو اللي هي معناتها جراجولي جاتنج سوفتر. طبعا هاي يصير في حالة الأورتيك ستينوسيس. ليش تصير؟ باعوا الأورتي هنا، هذه عندنا الليفت فنتريكل، فلما يبدي بالانقباض فالدم حيعبر هذا عندنا أول مرة بصورة ضعيفة يعبر بشكل ضعيف، بعدين براها انه يمن يصير هذا الانقباض قوي مالت الالفي ليفت فنتريكل فحيعبر الدم بسرعه اللي هو عندنا كريشن، بعدين براها انه يتغلب الليستينوسيس على الانقباض فيبدي انه يصير عندنا جراجوال. طبعا الان حنستمع الى الاورتيك ستينوسيس. عن من الانواع الاخرى اني من المرمر اللي اصير في حاله السيستول اللي هو الهالو سيستوليك مرمر، هذا يصير في فتره الانقباضيه، يعني هو يعتبر من السيستوليك مرمر لأن يصير فترة الانقباضية ما بين الاس 1 والاس 2. هذا شنو مميزات؟ انه يكون على نسق واحد، يصير في الحالات اللي يمن يكون الضغير متعرض الى ضغط عالي وانما يكون مفتوح، هاي في حالة يصير في حالة الميترال ريجايجريتيشن. في حالة الميترال ريجايجريتيشن شو يصير؟ المرمر من يعني الهالوسيستوليك مرمر اللي هو يكون على نسق واحد. الآن حنستمع إلى صوت الميترال ريجايجريتيشن. مرمر اللي هو يكون على نسق واحد غير متغير. طبعا بالبرولابس اللي هو تدلي الميترال برولابس اللي هو تدلي الصمام الاكليلي، هذه في بداية الانقباض يعني بالإيرلي سيستوليك
يكون نوعا ما هذا الصمام أن يكون مسدود. لهذا السبب احنا ما نسمع المرمر، لكن يمن نصل للميد سيستوليك فش حيصير؟ يمن يبدي يصير انه ذولا الصمام يبدي الوريقات ما تتنكسر او تنحني، فتصعد الى فتنفتح تصعد للاعلى، فحيروح الدم عندنا يصير فلو اب باج تو ذا ليفت اتريوم، فحينسمع صوت عندنا المرمر اللي وشوفوا هذا المرمر يصير من نوع التصاعدي اللي هو الكريشندو، فيسمى هذه الحالة يسمى المرمر ليت كريشندو سيستوليك وميد سيستوليك كليك. هاي الضربة اللي يصير يمن تنحني الوريقات مالت الصمام. طبعا هسه الان حنحكي لكم على الكونجنتال هارت ديزيز. فمن الكونجنتال هارت ديزيز اللي نسمع بيها المرمر الفي اس دي. الفي اس دي هو النورمال اوبننج بتوين ذا ليفت اند رايت فنتريكل، والاي اس دي الاتريال سبتال ديفكت اللي هي abnormal opening between the left atrium and right atrium و بتن داكت ارتريوسز، يعني هذا الناسور او دورات نسميه عندنا القناة اللي تكون تربط بين البولمناري وبين الاورتك. هسه اللي حنحكي على اول شيء نحكي على المرمر الموجود بالبتن داك ارتريوسز. طبعا انتم مثل ما تعرفون بانه الضغط بالاورته يكون اعلى من الضغط بالبولمنري، فيعبر الدم عبر هذه القناه اللي تربط بين الاورته وبين البولمنري، فيعبر الدم من الاورته الى البولمنري من منطقه الضغط العالي الى المنطقه اللي اقل ضغط. فهذا التيور اللي يصير بالبلاد فيسمى عندنا المرمر، وهذا المرمر يصير عندنا continuous يعني هو مستمر ما متقطع وإنما مستمر إنه يعبر. ودورات شو نسميه ماشين لايك، يعني مثل الماكينة هيك مرمى يعني وش هاي مستمر الوشة. وين نسمعه؟ نسمعه بالسكند انتركوستال سبيس بجهة الليفت. دورات هذا المرمر ايضا بالبتن داك ارتريوسيس يسمى سيستوليك دايستوليك مرمر. على الفي اس دي، الفي اس دي هي نورمال اوبننج بتوين ذا ليفت اند رايت فنتريكل، فالدم يعبر من جهة الليفت فنتركل إلى جهة الرايت فنتركل من المنطقة اللي ذات الضغط العالي والبرجر العالي إلى البرجر العالي إلى والأكسجين العالي إلى المنطقة اللي هي أقل ضغط، فيعبر هذا. طبعا هذا المرمر شو يسمى؟ يسمى هالو سيستوليك لانه هو ينسمع وينسمع في حاله عندنا الانقباض البطيء الليفت فنتريكال في حاله انقباضه. طبعا وين ينسمع؟ ينسمع هذا المرمر منطقه الترايكاسبيد اريا اللي هي بالفورث انتركوستال سبيس. Thank you.
الدم يعبر من جهة الليفت أتريوم إلى الرايت أتريوم، بعدين براها يمر الدم عبر الثرايكاسيد إلى الرايت فنتريكل، فيجمع بالرايت فنتريكل، بعدين تجي مرحلة السيستوليك. الدم يعبر عن طريق البولميناري فالف، فهنا الدم تجمع كميات كبيرة بالرايت فنتريكل. فهنا عندنا البولميناري فالف يحتاج، يعني هنا يمن يصير حالة السيستوليك حتى يندفع هذا الدم حيحتاج وقت حتى يندفع الدم عبر البولميناري فالف، فالبولميناري فالف حيحتاج وقت أطول حتى يصير كلوجر، فيكون الأورطة قد انسد وبعدين برا بوقت وينسد البولميناري. فإذا هو حيصير عندنا بحالة الـ ASD حيظهر لنا S2 سبلت فيكس. طبعا أيضا من مواصفات الأصوات اللي تطلع بهذه الحالة أنه الـ ST يصير attention low، يصير صوته كلش عالي، ويصير ايضا سيستوليك ايجكشن مرمر، يعني تصير ضربه قويه في حاله السيستوليك. يمكن انه نسمعها هاي الضربه القويه بالسكند انتركوستال سبيس تو ذا مالته، يكون بالسكند احنا في الطبيعي نوزليس، يعني ما بيهم نسمع اي ضوضاء او اي نقراء، ولكن اذا انفتحوا وين ذيس فالف اوبن نوزلي، فمن انه ينفتحون ويصير وياهم يعني ضوضاء، فمعناها ان يعني إن هذه تحتاج تسمى بالكليك، والكليك هذا الصوت نسميه بالكليك، والصوت هذا اكو صوت يحدث بالارلي سيستوليك اللي هو الايجكشن كليك، واكو صوت يحدث من ميد والليت سيستوليك اللي نسميه عندنا النان ايجكشن كليك، واكو صوت يحدث بالدايستوليك اللي نسميه الاوبننج سناب، وهسه احنا حنحكي على هو كل واحد من عده بالتفصيل. طبعا هسه احنا حنحكي على الايجكشن كليك اللي هو الايرلي سيستوليك، فهذا وين يصير في حاله الاورتيك ستينوسيس والبولمينار ستينوسيس. هذا وين نسمعه بعد الاس 1، يعني هنا عندنا لوب، بعدين يجي هذا عندنا الكليك اللي ريزلت هذا فروم ذا sudden opening of stenosis valve، من نتيجة انه يمن يصير هو هذا يصير اكو انسداد بالصمامات، فيمن يصير opening رأسا فجأة فيظهر عندنا هذا الصوت. وهذا الصوت طبعا احنا منسمعه في حالة اذا كان اكو بالاورتيك ستينوسيس سبب مالته الكلايسف، يعني اذا تكلسات بالاورتيك، اذا كان واحد من السبب مالت الاورتيك ستينوس تكلسات، فمنسمع ليش منسمعه؟ لان هذه التكلسات تسوي الكلايسفيك، تسوي ديجنريشن بالفالف، فنتيجة لهذا حصير الورقات مالت الفالف تصير انفلكسبل، يعني مو مرنة. فمن نسمع هذا الصوت في حالة الأورتيك ستينوسيس إذا كان السبب مالته هو كلاسيفيك، يعني تكلسات بيها. فباعوا هنا هس عندنا هذا الاس 1 وهذا الايجكشن كليك رأسا نسمع، وبيا حالات نسمع في حالة الأورتيك ستينوسيس وفي حالة البولميناري ستينوسيس.
طبعا الميد سيستوليك كليك هذا يصير بالميترال فالف برولابس في حالة تدلي الصمام الأكليلي، وهذا طبعا مواصفاته انه وين يصير بالبداية، يعني هو يصير نورمال، بعدين بالمنتصف عندنا الانقباض، وهاي الاس 1 وهاي الاس 2، هاي الفتره فتره انقباضيه، بالفتره الانقباضيه بمنتصفها يصير الكليك، وبعدين راسا يجي براها عندنا المرمر، ويصير ليش هاي تصير الحاله؟ تصير من نتيجه انه حيصير سن ديسكلريشن اوف ذا بلوينج ميترال فالف، يعني هاي الورقات مالت الصمام يصير بيها تباطئ مفاجئ، او يصير انكسار، او يصير انحناء بيها نقول عليها، فنتيجة لهذا حتدل هذه وين تدل الى تدل للخلف الى الليفت اتريوم ديورينج ذا سيستول، فنتيجة لهذا حيصير تيور بلند بالبلاد فلو، فيظهر عندنا المرمر، وهذا المرمر يكون من يسمى ليت سيستوليك مرمر، والكليك يصير بالميد سيستوليك، فيسمى تسمى هذه الحالة ميد سيستوليك كليك ويذ ليت سيستوليك مرمر. هاي بيها حالة بحالة الميترال فالف برولابس. طبعا الاوبننج سناب هو يحدث ان از ان ايرلي دايستوليك، يعتبر طبعا انتم مثل ما تعرفون انه دايستوليك هي الفتره بين صايره بين الاس 2 والاس 1، فهنا يعتبر الايرلي دايستوليك بدايه دايستوليك هو يحدث عندنا السناب، ويا مرضى بالمرضى اللي عندهم مايتراستينوسيس. ليش يحدث؟ لانه هاي الليفلتس يعني الورقات مالت الصمام مالت المايترال صحيح هي صاير بيها فيوزد يعني التحام، but there are mobile يعني ما زالت انها تتحرك below like large cell into the ventricle during early diastole، فتنفتح مثل الشراع الكبير في البطين during the diastole، but then abroad اللي ديسليريتد يعني رأسا يصير بصورة مفاجئة تباطئ بها. ليش؟ لأن المريض عنده ميترال استينوسيز، عنده تضيق بالصمام as they meet the limited. زين طبعا احنا مثل ما قلنا انه الاوبني سناب هو يعتبر الايرلي دايستوليك، فيحدث هذا عندنا هاي المرحله اللي هو بين الاس 2 والاس 1، يعتبر هاي مرحله دايستوليك، فهو يصير بها الاوبن سناب. طبعا انه بسبب انه هذا التباطئ اللي يصير مفاجئ abruptly deceleration حيسبب لنا causes load صوت عالي medium to high frequency sound والى تردد متوسط او عالي، وبعدين ايش حيسبب؟ انه لكون هذا المريض عنده mitral stenosis فايش حيصير؟ حيصير turbulent بالبلاد يعني اضطرابات مرور الدم، فنتيجة لهذا انه ايش حيظهر عندنا المريض؟ حيظهر عندنا المريض برا الامن سناب حيظهر عندنا مرمر نسميه ميد دايستوليك مرمر، هذا يصير بالميترال استينوسيز. وين نسمع الاوبننج سناب؟ المكان ذا بيس هيرد يصير between the apex and left lower